بشير الجميل كان رئيس لبنان لواحد وعشرين يوم إلى أن أغتيل من تقريباً 41 سنة. لمجموعات من اللبنانيين بشير الجميل كان الحلم، كان تجسيد للطموح اللي قامت عليه دولة لبنان الكبير من تقريباً 100 سنة، يعني 103 سنة بالضبط. لكن لمجموعات أخرى من اللبنانيين بشير كان الكابوس، كان تجسيد الكارثة التي علقت في جوهر دولة لبنان الكبير أو دولة لبنان الحديث اللي خلقت من تقريباً 100 سنة. لا شك طبعاً أن تقسيم المجموعات هنا فيه إلى حد بعيد بعد طائفي، يعني أن المجموعات التي ترى في بشير الحلم أغلبها مسيحية، والمجموعات اللي ترى في كابوس أغلبها إسلامية. لكن التقسيم ليس طائفياً في المطلق، يعني هناك مجموعات مسيحية بما فيها من الموارنة، بما فيها من موارنة لبنان، ترى في بشير مشكلة وترى في مشروعه كارثة، كما أنه في مسلمين في لبنان من أو ناس من مسلمي لبنان من يرى في مشروع بشير الجميل مقدمات دولة، أو كان يعني في مشروع مقدمات دولة قادرة على العيش والفعل وليست بالضرورة ذاهبة إلى صراعات داخلية إما مكتومة بتشل البلد أو صراعات علنية تحمل خطر الانزلاق إلى عنف. بشير الجميل ولد لأسرة مارونية ذات وزن تقيل كمان. والده أبوه هو الشيخ بيير الجميل. كلمة شيخ في لبنان، إحنا عندنا في أجزاء كثيرة في العالم العربي كلمة شيخ دي تروح بالعقل على طول لناحية واحد، يعني واحد في أثارتي كده في الدين الإسلامي يعني. لا، في الشام وفي لبنان كلمة الشيخ أو الشيخ دي معناها رجل له وزن اجتماعي، وغالبا مش بالضرورة كبر في السن يعني، لكن من عائلة لها وزن اجتماعي ولها ثقل، وأحيانا كمان في بعد تاريخي لعائلات كان لها مكانة خاصة في الدولة العثمانية. المهم يعني إنه كلمة شيخ هنا ملهاش دخل بجوانب دينية خالص. والد بشير الجميل هو الشيخ بيير الجميل، وده كان في منتصف القرن العشرين، واحد من أهم السياسيين الموارنة في لبنان. كلمة الموارنة أو المارونية قد تبدو غريبة حبتين على آذان الكثيرين خارج لبنان، لكن الموارنة هم أقرب المسيحيين الشرقيين للكاثوليك الغربيين، طائفة دينية شديدة الخصوصية، ولعل تاريخها المعقد والمتراكم في أعالي جبال لبنان بعيد عن أغلب الغالبيات الإسلامية في الوديان والسواحل في الشام، هذا البعد في جبال لبنان أعطاها من الثقة ومن القدرة على المجابهة، وادها من الإيمان بأنها صاحبة أرض مقدسة حباها المسيح بقدسية خاصة، بقدر برضو ما أعطاها هذا البعد من الألم. إنها طائفة محاطة بطيارات واسعة من المسلمين في كل الشام. لحظة السبعينات كانت من هذه اللحظات اللي زاد فيها القلق الماروني على المستقبل، والسبب إنه بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن، بعد الحرب ما بين المنظمة والجيش الأردني، الحرب التي عرفت بأيلول الأسود سنة 1970، منظمة التحرير الفلسطينية أتت إلى لبنان بعد اتفاق عرف باتفاق القاهرة. مهم يعني كان في تفاصيل كتير، بس من الآخر المنظمة التي طردت من الأردن جاءت إلى لبنان واستوطنت لبنان. كلمة استوطنت هنا مقصودة وليها معنى، يعني لأن منظمة التحرير الفلسطينية جاءت بمجموعات بشرية مش قليلة، يعني مجموعات بشرية كبيرة في الحقيقة، وبأسلحة خفيفة وثقيلة، وتلاقت
أو تلقى المحاربون القادمون من الأردن مع مجموعات كبيرة قوي من اللاجئين الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في لبنان منذ عقود. ربما الأهم في القصة دي، الأهم من الحكاية دي، إن الوجود الفلسطيني المسلح اللي جاي من الأردن بعد طرد المنظمة من الأردن مع الوجود الديموغرافي اللي كان موجود already، الديموغرافي الفلسطيني اللي كان موجود already في لبنان، تلاقى ده مع فكر واحد من أهم وأرقى العقول اللبنانية في القرن العشرين، وهو كمال جنبلاط. كمال جنبلاط غير كونه الزعيم الدرزي الأهم في لبنان في زمنه وفي رأيي أنا في كل القرن العشرين، كان بالإضافة إلى ده فيلسوف، فيلسوف فعلا، يعني مش كلام فارغ، يعني فيلسوف بجد. استطاع هذا الرجل مزج خلاصات مدارس فكرية مختلفة من الهندية الروحية إلى الإسماعيلية الإسلامية، كل ده في فكر راقي جدا. يعني المهم، الفكر أو جزء من الفكر الفلسطيني، جزء من الديموغرافية الفلسطينية تلاقت مع فكر كمال جنبلاط، وحصل تحالف ما بين المنظمة وبين الفكر السياسي الفلسطيني وقتها مع فكر ورؤية إلى حد ما عند كمال جنبلاط، وده إدى منظمة التحرير الفلسطينية وزن، وخلى وجودها في لبنان مركز جذب للعديد من التيارات اليسارية، مش بس في لبنان ولكن في كل منطقة الشام. في الوقت ده وبالذات بعد هذا التحالف، استشعر أغلب مسيحي لبنان، أغلبهم لكن خاصة الجزء الأكبر، الجزء الغالب من الموارنة، خطر. بعضهم اعتبر هذا الخطر خطر وجودي، يعني existential threat. وقد كان هذا الإحساس، هذا الإحساس بالخطر مع الطموحات الفلسطينية في السيطرة على مناطق واسعة من لبنان، في قلب بدايات الصراع الذي تحول بسرعة إلى الحرب الأهلية في لبنان اللي بدأت سنة 1975. في لحظة معينة من السنوات الأولى لهذه الحرب 1976-1977، بدأ في الأفق إن كمال جنبلاط بمساعدة فلسطينية على وشك الحاق هزيمة تكاد تكون كبيرة فعلا، ممكن بعض الناس يقولوا هزيمة ساحقة، بالمعسكر اليميني في لبنان، وفي قلب هذا المعسكر اليميني الجزء الأكبر والأهم من موارنة لبنان. لكن اللي حصل، الذي حدث، إن الرئيس حافظ الأسد في سوريا رفض وبشكل قاطع السماح لكمال جنبلاط بالحصول على نصر كامل. وقد كان حساب حافظ الأسد هنا إن هزيمة الموارنة هتغير التركيبة الرئيسية في لبنان، وفي ذلك ضياع البلد اللي كان حافظ الأسد يراه كشبه مقاطعة سورية إلى حد ما. ولعله، يعني احتمال، إنه كان في حساب آخر في عقل حافظ الأسد متعلق بتوازنات في سوريا نفسها وبوجود الأقليات كمان في سوريا نفسها، لكن دي قصة تانية. يعني المهم إنه حافظ الأسد هو الذي منع انتصار كمال جنبلاط ووراءه المنظمات الفلسطينية طبعا على اليمين اللبناني اللي في قلبه الجزء الأكبر والغالب من موارنة لبنان. في اللحظة الصعبة دي على الموارنة، والموارنة على حافة ما رأوه كخطر مهول عليهم، برز بشير لجميل كالزعيم الماروني الأهم، متفوقا واخذا القياده من زعماء في الموارنه كانوا
أكبر منه سناً بعقود وأكبر منه مقاماً بكثير يعني. منهم أو ربما أشهرهم كميل شمعون، وهو رئيس لبناني سابق كان في زمنه في الخمسينات والستينات من أهم يعني سياسي الشرق الأوسط، وممكن حد يقول كمان من أكثرهم نبوغاً يعني. One of the most talented لا شك في فكره وقتها، وكمان كان واحد من أقربهم للولايات المتحدة الأمريكية. المهم بشير لجميل أخذ المسؤولية عن الموارنة effectively يعني، وتحدث بقى وخطب ونظم قواته وجمع فلوس مال وسلاح وسلاح من حتت كتير قوي في العالم، وحارب وقتل يعني قتل كتير ربما، وقد كان ممن قتلوا في هذه الفترة زعماء من المسيحيين الموارنة أنفسهم، من عائلات كانت منافسة إلى حد ما إلى حد كبير كمان لبشير لجميل. لكن الخطوة الأهم اللي أخذها بشير لجميل كانت الوصول إلى تحالف مع إسرائيل. هذا التحالف مع إسرائيل كان الأساس للعملية التي قام بها الجنرال الإسرائيلي الشهير جدا وبعد كده رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد أريال شارون، اللي تطورت لتصبح احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من لبنان بما فيها بيروت نفسها في 1982. النقطة دي مهمة لأنه في نظر البعض بالذات النهاردة بعض القوى المهمة في اليمين اللبناني أو في مسيحيي لبنان بالذات في القوات اللبنانية مثلا، وده فاكشن كده طلع من القوة التي كان يقودها بشير لجميل. المهم في نظر البعض النهاردة في لبنان بشير لجميل استغل إسرائيل من أجل كسب معركته هو ومعركة المعركة التي يمثلها يعني لليمين اللبناني لمسيحي لبنان ضد أعدائه وأهمهم منظمة التحرير الفلسطيني. لكن في نظر آخرين بشير لجميل ارتكب في تحالفه مع إسرائيل خطيئة، مش بس خطأ وربما خطيئة كبيرة قوي في دنيا السياسة العربية وقتها، احنا هنا بنتكلم في النصف الثاني من السبعينات. الملفت للنظر هنا ان نظرة إسرائيل نفسها يعني لبشير لجميل مليئة بالجدل. يعني في نظر جنرال إريال شارون بشير كان صديق خاص له ولإسرائيل، وكان شايف فيه ان هو قائد ممتاز وحيعمل حاجات ممتازة قوي. في ناحية اخرى جوه إسرائيل نفسها عدد من ضباط الموساد المخابرات الإسرائيلية الخارجية اللي تخصصوا في لبنان نظروا ولغاية دلوقتي في كتاباتهم وفي اللي بيقولوه بينظروا لبشير على إنه مجرد عميل، ورأيهم أو على الأقل بعضهم له آراء قاسية جدا في أخلاقه وفي شخصيته كمان. بشير اغتيل بعد أن أمنت له إسرائيل انتخابه كرئيس للبنان برضو سنة 1982 قضي على مشروعه، وإحنا ما نعرفش كيف كان هيحكم إذا قدر له أنه يعيش ويبقى يستمر يعني ويبقى عنده عهد كرئيس للبنان. في مؤشرات جادة بتقول أو بتشير أن بشير رأى كان شايف أنه قادر على إخراج لبنان من دوامات الدم والدوران في نفس المكان، وأنه كان على قناعة بأنه قادر على تطوير الفكر الماروني ليقبل بلبنان أبعد من المارونية السياسية الضيقة، كما أنه غالبا يعني أنه تصور نفسه قادر إلى أو على الوصول إلى اتفاقات قابلة أن هي تعيش وتستمر مع الطوائف الإسلامية في لبنان وعمرها الدول العربية كلها مش بس مع الطوائف الإسلامية جوه لبنان. وفي مؤشرات على أنه ده كان ممكن يعني في مش بس في الثلاث أسابيع اللي هو كان فيهم رئيس جمهورية، لكن حتى في الفترة اللي قبليها في مؤشرات أنه هو فعلا كان ممكن قوي أنه يصل إلى اتفاقات قابلة أن هي تكمل والقابلة للحياة يعني مع مش بس الطوائف الإسلامية داخل لبنان ولكن مع الدول العربية التقيلة العربية المؤثرة في الشأن العربي. المهم اللي حصل أن الرجل قتيلة
وفي رأيي برضو البعض أن دماؤه كانت ثمناً لدماء أخرى كثيرة سفكت، بينما في نظر آخرين موته كان شهادة من أجل مشروع يراه كثيرون من الموارنة إنه هو جوهر معنى لبنان. هنا في condemnation قوي، في إدانة كبيرة قوي أحياناً لبشير لجميل ومشروعي، وأحياناً في sanctification كده تصويره على إنه أعظم شيء في الوجود. لكن ما بين الناحيتين يبقى أن فهم تجربة بشير لجميل ضرورية لفهم المشروع اللبناني نفسه، لفهم التجربة اللبنانية نفسها في 100 سنة اللي فاتت منذ إنشاء الدولة، لفهم المشكلة اللبنانية الموجودة في 100 سنة دول، مش بس فهمها في جوانبها السياسية المختلفة لكن أيضا في أعماقها، يعني في أعماق التجربة اللبنانية. أولا لأن الأحلام والكوابيس في التجربة دي بترسم لوحة فيها الكثير والكثير من الجمال بقدر ما فيها الكثير من الرعب. لكن بالإضافة لده أنه أي حد بيفكر في السياسة في العالم العربي، في السياسة في الشرق الأوسط، لابد له من محاولة فهم لبنان، لأنه وجوده في حد ذاته في غاية الأهمية، والدور اللي لعبه تاريخياً كمسرح أحياناً لصراعات في غاية الأهمية، بالإضافة إلى أنه السياسة اللبنانية نفسها مثيرة جداً للاهتمام لأي حد مهتم بفكرة السياسة في حد ذاتها سواء داخل العالم العربي أو خارجه. عشان كل ده تجربة بشير لجميل مثيرة جداً للاهتمام لأي حد غاوي تاريخ، غاوي اجتماع، غاوي السياسة حول أو في العالم العربي.